وها نحن نبدأ مع حضراتكم انطلاق جميل وتواصل مستمر في شوط المهجنات الأصايل لتكون معركة جديدة تحمل في طياتها سلالات عريقة وأسماء قوية صالت وجالت في كل مكان. من تسيطر على المركز الأول في هذه اللحظات هي بهجن الرئاسة، هي الشاهينية مع هجن الرئاسة مسيطرة مع مقدمة الشوط، يقودها راشد بالسم المنصوري متحكما مع زمام الأمور. ولنا عودة لك بعد قليل يا من أعرفك جيدا وأتذكر أيامك. المركز الثاني في هذه اللحظات العودة إلى هملولة وهجن الرئاسة ويقدمها علي بن جميل الوهيبي في عملية التضمير والاهتمام والعناية. المركز الثالث في هذه اللحظات أيضا الشاهينية لهجن الرئاسة ويقدمها ويقودها في المركز الثالث أيضا راشد بالسم المنصوري. أخواني المضمرين المشاركين المشاغبين المتجملين، لنا عودة إلى مقدمة الشوط. سوف أسرد ذكريات جميلة لهذه البطلة من خطفت معي إحدى رموز ميدان منطقة تبوك، وكان اسمها ذلك الوقت خطيرة. ملك معلقكم محدثكم نايف بن سعود البلوي. إذا يمنع الضرب والمشاغبة على هذه البكرة إلى أن تصل إلى خط النهاية. هكذا هجن الرئاسة تتقدم مع المركز الأول، نعم، وهي تنحدر من سلالة خطير بن قويني حتى ما يزعل علينا، لابد الإعلام مطلوب. المركز الثاني في هذه اللحظات هملولة لهجن الرئاسة علي بن جميل الوهيبي. يا بن جميل يا صديقي يا أخي العزيز متقدم مع هملولة مع المركز الثاني. المركز الثالث الشاهينية أيضا لهجن الرئاسة ويقدمها المستحيل راشد بن محمد بالسم المنصوري بذياب، مطالب بالناموس والمهمة في هذا اليوم. المركز الرابع رابعا يأتي في هذه اللحظات، من الاسم القادم والمتقدم لهجن الرئاسة مع هملولة؟ علي بن جميل الوهيبي يتقدم مع المركز الرابع. المركز الخامس أيضا قادم شعار المستحيل برفقة التضمير والمتابعة والاهتمام لشعار هجن الرئاسة المطرز بالذهبي ليدل على إنجازات المستحيل. محمود بن محمد بن سالم الوهيبي بدأ بالمشاغبة، يتقدم مع هجن الرئاسة ويقودها المضمر محمود بن محمد بن سالم الوهيبي مع شواهين وشواهين. العودة إلى مقدمة الشوط إلى المركز الأول، كأن المسافة طولت في هذه اللحظات. كم يتبقى على خط النهاية؟ واللي 1500 متر، والشاهينية مسيطرة مع المركز الأول لهجن الرئاسة المستحيل يتقدم في التضمير راشد بالسم المنصوري متقدما حتى هذه اللحظة. المركز الثاني الآتي أيضا الشاهينية لهجن الرئاسة ويقودها أيضا المستشهد بن محمد بالسم المنصوري. المركز الثالث هملولة لهجن الرئاسة علي بن جميل الوهيبي في التضمير، ورابعا شواهين لهجن الرئاسة محمود بن محمد بن سالم الوهيبي، وخامسا هجن الرئاسة محمود بن محمد بن سالم الوهيبي. وها نحن نصل إلى وين يا أخواني؟ الكيلو الأخير
الخير، يتبقى 1500 يا محمود ويا علي بن جميل. هدوا هدوا شوي، الامور مطوله، روح يا المستحيل. راشد بن محمد بالسم المنصوري متقدما مع الشاهنيه، مع الشاهنيه. يا سلام الله، هذا العرض يكفي، خلاص يكفي يا ابو ذياب. ومحمود يتحرك والمستحيل يصر على الانجازات. الله 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 الله، ما بين الشاهنيه وما بين شواهين، شواهين والشاهنيه لهجن الرئاسه، ومحمود بن محمد بن سالم الوهيبي وراشد بالسم المنصوري يقدم الشاهنيه. واللحظات الاخيره واللحظات الخطيره، شواهين لهجن الرئاسه، محمود محمد بن سالم الوهيبي والشاهنيه ايضا لهجن الرئاسه، مع راشد بالسم المنصوري واللحظات الحرجه. الناموس لا شك بذلك لهجن الرئاسه. على كل حال، وشكرا لاخواني المضمرين محمود بن محمد بن سالم الوهيبي، شكرا على هذا العرض الجميل والممتاز. والشاهنيه مع المركز الثاني ايضا لهجن الرئاسه، وشكرا يا المستحيل وعلى هذا الفوز والانتصار. المركز الثالث الشاهنية لهجن الرئاسة، ورابعا شواهين لهجن الرئاسة، وخامسا الشاهنية أيضا لهجن الرئاسة. إذن متابعين الكرام في كل مكان، شوط من الأشواط الجميلة والمثيرة والخطيرة، لأن خطيرة كانت مشاركة فيه. تهانينا لهجن الرئاسة، 7:31.6 من الثانية. تاني لهجن الرئاسة وللمضمر محمود بن محمد بن سالم الوهيبي على هذا الفوز والانتصار. ولحظة يا مخرجنا العزيز وسام الحواري، خلي الصورة تطول على هالبكرة هذه الحلوة المزيونة. 7:32.2 من الثانية توقيت الشاهنية لهجن الرئاسة، قربا على التوقيت الزمني الأفضل. المضمر راشد بالسم المنصوري المركز الثالث، الشاهنية أيضا لهجن الرئاسة، وتوقيتها الزمني 7:34 بدون أجزاء من الثانية، هو التوقيت الزمني. وتهنئة أيضا للمضمر راشد بالسم المنصوري على هذا الفوز. إذن